لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في مناظرة بين سني وجبري، قال: قال الجبري: الفعل عند المرجح التام واجب، والمرجح ليس من العبد وإلا لزم التسلسل. يعني لزم التسلسل، يعني هيبقى في المرجح ده من العبد، في خل في حاجة تانية مخلوقة خلت العبد ده يرجح، وبعدين في حاجة تانية مخلوقة خلت العبد ده يرجح إلى ما لا بداية، إلا لو قلنا البداية من الله، وده الحق الذي لا شك فيه. قال: فهو من الرب تعالى. احنا بنقول لا شك انه كذلك ولا يلزم منه الجبر. احنا بنقول ايوه، المرجح الموجب إرادة الله، المرجح للفعل على الترك، للوجود على العدم إرادة الله، ولكن هذا لا يلزم منه ان العبد مجبور بلا إرادة، لأن الله هو الذي أراد أن يفعل الفعل بإرادة، بإرادة منه أراد الله أن يشاء العبد ويفعل، ويفعل بإرادته واختياره التي خلقها الله له. نعم، المرجح الموجب إرادة الله، ولكن لا يلزم منه الجبر. يقول: فإذا وجب الفعل عنده، عند فعل الرب وعند إرادة الرب، فهو الجبر بعينه. هنقول فعلا وجب الفعل بإرادة الله، لكن إرادة الله في أن يفعل العبد بإرادته، وليس أن يولد الفعل مجردا. انتوا بقى المشكلة عندكم في كلكعة علم الكلام، وتروح جاي فاصل وجود الفعل على أنهي صورة، يوجد وخلاص يبقى لازم هيوجد، يبقى كده العبد ملوش دعوة. لا، إرادة الله في أن يولد الفعل بإرادة العبد، مؤثرين أحدهما أثر للآخر، إرادة العبد أثر لإرادة الله، وقدرة العبد أثر لإرادة الله وقدرته. قال السني: قد تقدم هذا الدليل وبيان ما فيه، وحيث أعدتموه بهذه العبارة الوجيزة المختصرة فنحن نذكر الأجوبة عنه كذلك. قولكم لا بد من مرجح للفعل على الترك أو بالعكس مسلم، لا بد من مرجح، والمرجح من الله مسلم أيضا. قولكم المرجح إن كان من العبد لازم التسلسل، وإن كان من الرب لازم الجبر، جوابه: ما المانع أن يكون من فعل العبد ولا يلزم التسلسل؟ بأن يكون من فعله على وجه لا يكون الترك ممكنا له حينئذ، هو بيعمل ما يقدرش يبقى تارك. يعني انت جيت هنا ما ينفعش تبقى في الزقازيق، ما ينفعش تبقى في بيتكم اللي انتوا فيه، لان انت اخترت الفعل. بس ده بيقول: ولا يلزم التسلسل بان يكون من فعله على وجه لا يكون الترك ممكنا له حينئذ. هو في الحقيقه لابد ان يكون المرد الى الله، ولكن ما يلزمش منه الجبر، ولا يلزم من سلب الاختيار عنه في فعل المرجح سلبه عنه مطلقا، وسلب الاختيار اللي اختاره مش هيقدر يفعل الشيء الثاني المتروك، لا يعني انه هو بلا اختيار على الاطلاق، بدايته كانت من عنده، ولما فعله بقى مش قادر يفعل غيره لانه هو اللي تلبس بيه بس باختياره. ثم ما المانع ان يكون المرجح من فعل الله، وده الصح بدل الجدل في قضية التسلسل اللي مش هتفيد، لأنه بالتأكيد أنه لابد أن يكون المرجح الموجب من فعل الله وإرادته، ماشي كده؟ ولكن لا يلزم الجبر، فإنكم إن عنيتم بالجبر أنه غير مختار للفعل ولا مريد له،
لم يلزم الجبر بهذا الاعتبار، لأن الرب تعالى جعل المرجح اختيار العبد ومشيئته، فانتفى الجبر. إن عنيتم بالجبر أنه غير مقتضى الفعل ولا مريد لا، ده بتاعكم مش كده، ده قولكم أن الجبر هو ذلك، وأنتم بتقولوا العبد إذا كان المرجح من الرب إرادة الله فالعبد لا إرادة له. فقلنا لا، لم يلزم الجبر بالاعتبار أن الماء أن المرجح من فعل الله، فإنكم لأن الله تعالى جعل المرجح اختيار العبد ومشيئته، بس مرجح مش موجب، الموجب إرادة الله. لكن كما ذكرنا إرادة الله أن يفعل العبد بإرادته، أن يفعل العبد باختياره. يقول فانتفى الجبر. وإن عنيتم بالجبر أنه وجد لا بإيجاد العبد، لا بإيجاد العبد، لا بإحداث العبد، لا بخلق العبد، نحن نقول كده، ولكن بفعل العبد، ولا يلزم من أن العبد فعل أن يكون العبد إيه؟ خلق. لا يلزم من الأب تزوج الأم وحملت الأم بالولد نتيجة فعله ومعاشرته لها أن يكون الأب والأم خالقين، ولا أنهما أوجدا الإيه؟ الولد. هو الولد ولد بفعلهما ولم يوجد بإيجادهما له، صح كده؟ ولم يوجد بخلقهما. يقول إن عنيتم بالجبر أنه ورد لا بإيجاد العبد لم يلزم الجبر أيضا بهذا الاعتبار، وإن عنيتم أنه يجب عند ورود المرجح وأنه لابد منه فنحن لا ننفي الجبر بهذا الاعتبار، وتسميته ذلك جبرا اصطلاح محض، وهو اصطلاح فاسد، فإن فعل الرب سبحانه يجب عند وجود مرجحه التام. هو فعل الرب يجب عند وجود مرجحه التام لإرادته، فإذا أراد عز وجل فعل، ولا يكون ذلك جبرا بالنسبة له سبحانه وتعالى. فإن فعل ثم هذا لازم على من أثبت الكسب منكم، فنقول له في الكسب ما قاله في أصل الفعل سواء، ومن لم يثبت الكسب لزمه ذلك في فعل الرب كما تقدم. إن أنت تسمي فعل الرب بدل ما تسميه فعلا تسميه جبرا، لأنه وجد عند ولود المرجح. المرجح في حق الله هو إيه؟ إرادة الله، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فإن قلتم الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الإرادة، وإرادة العبد محدثة فافتقرت إلى محدث. صح، إرادة العبد مفتقرة إليه إلى محدث، والله هو الذي أحدثها، لكن هذا لا يعني أن لا أثر لها. يقول فإن كان ذلك المحدث هو العبد لازم التسلسل، فوجب انتهاء جميع الإرادات إلى إرادة ضرورية يخلقها الله في القلب ابتداء، ويلزم منه الجبر بخلاف إرادة الرب فإنها قديمة مستغنية عن إرادة أخرى فلا تسلسل. قيل لكم لا يجدي عليكم هذا في دفع الإلزام، فإن الإرادة القديمة إما أن يصح معها الفعل بدلا عن الترك وبالعكس أو لا، فإن كان الأول فلا بد لأحد الطرفين من مرجح، والكلام في ذلك المرجح كالكلام في الأول، ويلزم التسلسل وإن كان الثاني لازم الجبر. وانتوا التسلسل باطل والجبر في حق الله باطل، فيبقى هذا الاستدلال استدلال ليس صحيحا، اللي هو ان وجود الفعل عند المرجح التام يسمى جبرا، ماشي كده؟ فاحنا بنقول فعل الله يجب عند المرجح التام وهو الإرادة، فعال لما يريد، ولا يسمى ذلك إيه؟ جبرا، لأن الفعل وقع بالإرادة، والجبر المنفي هو أن يقع الفعل بلا إرادة، ماشي كده؟ هتقول نفس الكلام في الإيه؟ في المخلوق، في حتة أنه في وجود الفعل بالإرادة الإنسانية وإن كان بإرادة الله لكن لا يسمى جبرا. المرجح إرادة الله
والفعل يجب عندها، ولكن إرادة الله في أن يفعل الفعل العبد بإرادته، وبالتالي فهذا لا يلزم منه الايه؟ الجبر. قال الجبري: معتمدي في الجبر على حرف لا خلاص لكم منه إلا بالتزام الجبر، وهو أن العبد لو كان فاعلا لفعله لكان محدثا له. لا لا، احنا بنقول يجب بإرادة الله، ولكن إرادة الله في أن يفعل العبد فعله بإرادته. هل هذا الجزء نحن وإياهم متفقون على الفسيل؟ على عدم معرفته؟ على عدم إيه؟ على عدم معرفته، معرفة كيفيته، كيفية أن يكون فعل بإرادة العبد بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادة العبد المصدر بإرادة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الجزء الكيفية؟ ما هو ماشي، بس ما صحيح نحن لا نعلم كيفية بالضبط، لأننا لا نعلم كيفية إرادة الله. لا لا، المشكلة مش في الكيفية، هو هو بيفكرش في انت ده مخرج بس عايز تخرج منه، مش انت مش فاهمها انت، لكن الموضوع مش كده. الموضوع مش عندهمش قضية الكيفية، هو ما بيتكلمش على الكيفية خالص، هو بيتكلم على انه اذا ورد اذا كان هناك مرجح موجب ولا بد ان يكون هو إرادة الله فهذا يلزم منه الجبر. فاحنا بنقول لهم لا، هناك مرجح موجب إرادة الله، ولكن لا يعني ذلك إلغاء إرادة العبد. يا شيخ خشنا، ولا أدرك كيفية ولا ادعاها أصلا. بيقول هناك حرف لا خلاص لكم منه، حرف يعني لفظة، إلا بالتزام الجبر، وهو أن العبد لو كان فاعلا لفعله لكان محدثا له. نقبل احنا الكلام ده؟ ما يلزمش الكلام ده ليه؟ لا، ليس يلزم ذلك. ولو كان محدثا له لكان خالقا له، والشرع والعقل ينفيه. قال الله تعالى: يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنى تؤفكون. حق بأي حق تدل على حق، وهو أن الله خالق كل شيء وخالق أفعال العباد، ولا خالق إلا الله. لكن الآية ما قالتش هل من فاعل غير الله، ماشي كده؟ قال السني: قد دل العقل والشرع والحس على أن العبد فاعل لفعله اختيار يعني، وأنه يستحق عليه الذم واللعن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: ألم أنهى عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. من وسم؟ من علم الحمار بالكي في وجهه. وقال تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. تعمل الخبائث، العبد الذي يفعل الخبائث. وقال: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ووفيت كل نفس ما عملت. كل الأدلة دي على أن العبادة يعملون وأن العبادة يفعلون، وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر، نسبة الفعل إلى الإيه؟ العبد، والحس شاهد به، فلا تقبل شبهة تقام على خلافه، ويكون حكم تلك الشبهة حكم القدح في الضروريات. ويا المأخذ جمنين، لو كان فاعلا لكان محدثا خالقا. انا بنقول اهو، ما هو دي المشكله بتاعتهم ايه؟ انه قاعده، وهو ان الايه؟ الفاعل محدث والمحدث خالق. يبقى لو قلنا ان العباد فاعلون يبقى العباد ايه؟ خالقون. احنا نقول العباد فاعلون حقيقه والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وخالق افعالهم. قال: فلا يلتفت الى مثل هذه الشبهة، فلا يلتفت إليه. القدح في الضروريات باطل، ولا يجب على العالم حل كل شبهة تعرض لكل أحد، فإن هذا لا آخر له. ومع ذلك هنجاوبكم، فقولكم لو كان فاعلا لفعله لكان محدثا له، إن أردتم بكونه محدثا صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزوم. يعني إيه محدثا؟ يعني بيعمله، يبقى ما هو ده هو ده. وصار حقيقة قولكم لو كان فاعلا لكان فاعلا، ماشي كده؟
لازم ولزوم، لان انت بتقول محدث يعني صدر الفعل منه. ما صدر الفعل منه يعني ايه؟ يعني فعل. يعني العبد لو كان فاعلا لكان ايه؟ صدر الفعل منه لكان فاعلا. طب الكلام ده تتكلم اي كلام وخلاص. وان اردتم بكونه محدثا كونه خالقا، كونه خالقا، سالناكم ما تعنون بكونه خالقا، هل تعنون به ان كونه فاعلا ام تعنون به امرا اخر؟ فان اردتم الاول كان اللازم فيه عين الملزوم صدور الفعل منه، وان اردتم امرا اخر غير كونه فاعلا فبينوه. وهو فعلا لابد ان الخالق غير ليه؟ غير الفاعل، لانه مولد من العدم وانت كنت عدم، فالله خالقك وخالق افعالك بعد ان لم تكن. فان قلتم نعني به كونه موجدا للفعل من العدم الى الوجود، قيل هذا معنى كونه فاعلا، فما الدليل على احاله هذا المعنى؟ لا احنا مش قابلين هذا الدليل، احنا بنقول الذي اوجده من العدم الى الوجود هو الله، ماشي كده، ولكن اوجده على صفه انه يكون بايه؟ باراده العبد، ولذلك لا يلزم الجبر. مساله لو تقول كده ان هتقول ما الدليل على ان هذا معنى كونه فعلا؟ لا، الفاعل الذي يصدر منه الفعل بارادته، ولا يلزم من ذلك انه هو الذي اوجد ذلك الفعل من العدم. ليه؟ الفعل ده عباره عن نقول حركه على سبيل المثال، الفعل العبد له اراده في الحركه دي، بس في 50 حاجه تانية ملوش اراده فيها، فما ينفعش اطلاق النبي الذي اوجده من الايه؟ من العدم. ايدك اللي بتحرك بيها مش بتاعتك، انت وجدتهاش من العدم، فانت ما ينفعش تقول بهذا الاطلاق ان العبد اوجد الفعل من الايه؟ العدم. نقول الحاجه اللي وردت في الكتاب والسنه وكل العقلاء بيعملوا بيقولوها ان العبد فعل الايه؟ الفعل. ليه تقول خلق الفعل اللي عمرها وردت في الكتاب والسنه الى على سبيل يعني الاصطناع بمعنى ايه؟ التسويه والتشكيل. هي وردت في الكتاب والسنه، انما تعبدون من دون الله اوثانا وايه؟ وتخلقون افكا، تصنعون افكا. وقال اني اخلق لكم من الطين، دي وردت مش كده؟ يعني ايه؟ اشكل لكم واصور لكم من الطين كهيئه الطير. ولكن لا يعني احداثها من عدم، الطين ما كانش عدم، كان موجود وما لم يكن بالنسبه لعيسى ايه؟ اوجده من العدم، مش كده؟ وده معنى ان الله احسن الخالقين. بيقول سموه ما شئتم احداثا او ايجادا او خلقا، ليس الشان في التسميات. لا، مع ان احنا عندنا رفض ان يسمى العبد ايه؟ خالقا لفعلي بهذا الاعتبار. صح كده؟ احنا لو هنسميه خالقا بمعنى مشكلا لشيء موجود، وليس ان يقال ان العبد خلق فعله. صح كده؟ مش هنسميه، لا، ما نقولهمش سموه ما شئتم. وان لا عبره بالمصطلحات، لو كانت المصطلحات دي غلط. ده احنا قلنا اني اخلق، يعني قلنا بيشكل حاجه موجوده هو شكلها. تخلقون افكا يعني تصنعون افكا، يعني التماثيل اللي انتوا بتشكلوها دي ده افك ان تسمى باطلا. ان هذا الا اختلاق، يعني قول محدث ليس له نظير سابق، وليس معنى ذلك انه خلق فعلا، ما وردتش ولا مره ان يخلق ايه؟ فعلا. اللي ورد من معنى الخلق معنى التشكيل، معنى انه محدث بالنسبه الى كونه لم يسبق الى هذا القول مثلا. يعني اصور لكم، ايوه، ما كانش موجود طير، هو اوجده، ده اوجد صورته، أوجد شكل صورته. الطين كان موجود وهو عمل ايه؟ شكل. بقى اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، ما قالش اخلق فعلي، ده قال اخلق كهيئه الطير، كصوره الطير من الطين. كويس كده؟ فمعناه ان هو سوى ذلك الطين حتى صار كصورة الايه؟ طيب. الطير. ما قالش اني اخلق لكم فعلي، ده قال اخلق لكم كهيئة الطير. طيب انا من شوية ما كنتش بنصلي، ايوه، كنت قاعد، كويس، قيمة الصلاة، قمت صليت. انت فعلت، انا اوجدت الصلاة اللي ما كانتش موجودة قبل ما ابدأ فيها، وجدتها بآلات كانت موجودة قبل ما توجد الصلاة،
والالات دي مش انت اللي اوجدتها. عشان كده قلنا ان العبد ارادته جزء سبب. ما هو الشيخ عايز يقول لهم سموا لا مش عايزين نسميها كده، ما نسميهاش كده، لان التسميه دي هي الشبهه الباطله التي يتوسل بها المعتزله، واحنا بننص على انه والله خلقكم وما تعملون. ولذلك مش هقبل ان انا اقول ايه، ان انا اسميها زي ما انت عايز. لا ما سميهاش زي ما انت عايز، اسميها زي ما ورد في الكتاب والسنه. عمر ما ورد اني اخلق صلاتي. انا ايه؟ اصلي صلاتي، اقيم صلاتي، ماشي كده، افعل فعلي. ما وردتش ولا مره اني اخلق صيامي، اوجدوا صيامكم، ما قالش خالص اخلقوا صيامكم. ليه؟ لان الخلق في عند اطلاقه الايجاد من العدم. وانت بتقول هو الاحداث للفعل، موجد للفعل من العدم الى الوجود. ما هو الفعل ده ما بيتوجدش الا بادوات لابد ان تكون موجودة قبل ذلك، ولست الذي اوجدتها، انت بتفعل بها فقط. ولذلك ما يصحش الاطلاق ده. لا يصح امتى ذكر كلمة الخلق؟ لما تذكر مقيدة. وما وردش تسمية الافعال مخلوقة للعباد. اللي ورد فيها انه يخلق يعني يشكل في شيء موجود، يصنع الصنم مثلا، تخلقون افكا، او يقول قولا لم يقله غيره، بيقولوا بلسانه. فعل التكلم ده ما وردش ان انا اسميه اني خلقت فعلي، هيتقال اختلق هذا الكلام، صح كده؟ مش فعله هو. وقصدهم بيه مش خالص ان هو اوجد فعله من العدم، ده قصدهم بيه الكلام ده كلام جديد ما حدش قاله قبليك. ولذلك ان هذا الا اختلاق، اختلق هذا الكلام، احدث هذه البدعة، احدث في امرنا ما ليس منه، بتبقى بقرائن كلها ما تدلش على خلق الفعل، ولا استعمل ذلك مرة واحدة في الكتاب والسنة بالنسبة للافعال، انما وردت في قول بمعنى انه لم يكن يقوله قبل ذلك احد. وان كان يعني وان كان معلوم ان الناس اتكلمت كلام تاني كتير وما سموهوش اختلاق، ماشي كده، انما القول المخالف لمن سبقه والذي لم يقله من سبقه بظنهم سموه اختلاق عشان جديد، او بمعنى التشكيل لعين قائمه وتصوير لها، وهذا الذي فعلوه. يقول وليس الممتنع، اهو افهم الحته دي اللي احنا بنقول بناء عليها ما ينفعش نسميه خالق. ليس الممتنع الا ان يكون مستقلا بالايجاد، وده صح. العبد ليس مستقلا بالايجاد، ده احنا قلنا ارادته ايه؟ جزء سبب. وهذا غير لازم لكونه فاعلا، عشان كده قلنا ما يصحش ان نسميه خالقا ليه؟ لفعله. لا ابدا ابدا، من اظلم من ذهب يخلق كخلقي. لو المعتزله احتجوا بي هنقول لهم المقصود به صناعه التمثال. صناعه التمثال ده محتاج ايد وعين ورجل وطين او خشب او حجاره يقعد ينحتها عشان ايه؟ كل الحاجات دي ليست ايه؟ من اراده العبد. وبالتالي فيستحيل ان يقال هذا اولده من العدم مستقلا، غلط. نعم. يقول فإن قد بينا أن غاية قدرة العبد، قدرة العبد وإرادته وداعيه وحركته، أن تكون جزء سبب، وما يتوقف عليه الفعل من الأسباب التي لا تدخل تحت قدرته وكسبه أكثر من الجزء الذي إليه بأضعاف مضاعفة، والفعل لا يتم إلا بها. فإن قيل فهذا الجبر بعين، لا باطل، ليس الجبر بعينه، لان انتوا عايزين تقولوا ان الحاجات دي كلها مصنوعه مش من الانسان وليست اليه، يقتضي الغاء جزء ارادته وقدرته منين؟ ده مش انا اللي عملته، الخشب بتاعه. يعني ارادتي في صنعه مكتبا وعملي وحركتي سوي صفر؟ لا ما يلزمش. كون ان عقلي اثناء صناعه المكتب لازم يكون موجود والدم بيروح له
والمراكز صحية وسمعي موجود وبصري موجود عشان اعرف اجي اظبطها مظبوط، والمسمار اللي انا بدقه يكون مظبوط، بس المسمار ده معمول من ايه؟ من حديد مش انا اللي عامله، ومخي ما بيحصلش والحاجات دي فيه بارادتي، بل لابد ان يكون الله خلقه على ذلك وابقاه على ذلك. لكن كل ده لا يعني ان ارادتي ملاش ايه وجود، ولا ان عملي ملوش وجود. صح كده؟ انتوا لزقتوا الكلام على بعضه وخلاص. ضرر علم الكلام هو الاسلوب ده، ان انت بتحط الكلام لغايه ما الشبهات تروح جايه ايه داخله في بعضها والكلمات، لكن لما تيجي تفكر ايه اللي الزم الكلام ده؟ المشكله ان انت وصلت النتيجه بطله جدا منافيه لنصوص الكتاب والسنه بل العقل كمان، وبعد وبسبب ان انت الطريقه الكلاميه اللي انت لزقت بيها الكلام جنب بعضه وايه واخرجت منها هذه الشبهات. وطبعا اذا كان معظم الناس بتقرا الكلام ده وهي مش فاهماه، ده العقلاء العالم ماشي كده، فما بالك بالايه بالعوام لما تيجي تلقيها عليهم الشبهات دي. قول لي كم واحد بقى لما تقول له كده لو كان فاعلا لفعله لكان محدثا له، ان اردتم بكونه محدثا صدور الفعل منه اتحد اللازم والملزوم. قول لي كده واحد بتاع ماشي ببنا مثلا ولا نجار وقعدت تقول له الكلام ده. لا ده جزما، ده جزما، ولا حتى دكتور ولا حد يقول لك ايه الكلام انه كلكع ده يا ابني، احنا ايه اللي بتقوله ده؟ واخد بالك؟ كلام اصلا هو دي الصعوبات البالغه، مع ان ده ممكن يكون زي ما قلنا ده هيعرف منين الحق من الباطل فيه ولا الشبهات، لكن لما تقول له ربنا بيقول اعملوا ما شئتم كلام واضح في منتهى البيان، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انما تجزون ما كنتم تعملون. والله لا يوجد مثل طريقة القرآن. علم الكلام ده مدمر زي ما دمر العقائد السابقة، أقصد يعني عقيدة النصارى وأدخلها فيها الشرك الأكبر، وصلوا النتيجة، الناس حفظت النتيجة زي بالظبط لو وصل بالجبر، وصل إلى الجبر بهذه النتيجة الناس هتحفظ الإيه؟ النتيجة، وقلنا ما لناش دعوة بحاجة يا عم، ده ربنا اللي كتب علينا الكلام ده وربنا اللي قدر علينا الكلام ده، ونحن لا دخل لنا ولا فعل لنا ولا نفعل شيئا على الاطلاق، وربنا بيحاسبنا بقى وخلاص امرنا لله. يقول ذلك السبب الذي اعني به القدره، قيل ذلك السبب الذي اعني به من القدره والاراده هو الذي اخرجه من الجبر وادخله في الاختيار، وكون ذلك السبب من خالقه وفاطره ومنشئه هو الذي أخرجه من الشرك والتعطيل، لأنه بيقر أن الذي أعطاني القدرة والإرادة هو الله عز وجل لا شريك له، وهذا أدخله في باب التوحيد، فالأول أدخله في باب العدل والثاني أدخله في باب التوحيد، ولم يكن ممن نقض التوحيد بالعدل. من نقض التوحيد بالعدل؟ المعتزلة. صح، اللي قالوا التوحيد والعدل لازم نقول بالعدل ونعطل الصفات، نعطل إرادة الله في أفعال العباد ونعطل قدرة الله عن أفعال العباد. شكرا، دي قاعديكوا عمالين نقول الكلام ده من ساعة قد إيه وانتوا قعدتوا تفكروا فيها، مين اللي قالوا الكلام ده؟ دول الجبرية ولا أهل السنة ولا القدرية؟ ماشي، لأنه فاه بالعافية لما جبناها. طيب الحمد لله، أنا يعني بقولت جبناها، ما أنت جزء منا، أنت جزء سبب، أنت واحد من المجموع. عايزين يثبتوا إن ربنا عدل بين العباد ملوش تأثير على أفعالهم، لم يكن ممن نقض التوحيد بالعدل ولا ممن نقض العدل بالتوحيد. مين دول؟ الجبرية، عكسهم مش كده؟ هؤلاء جنوا على التوحيد وهؤلاء جنوا على العدل، وهدى الله أهل السنة للتوحيد والعدل، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الباب 20، بعد ما يخلص الباب ده إن شاء الله يبقى إيه الباقي الكلام كويس إن شاء الله، بس الباب ده مناقشة الأدلة اللي فيه ربما تكون أكثر من الذي قبله. بغيتهم ايه؟ البدعة، تأكيد البدعة. هو بدأ في اواخر عصر الصحابة وبدأوا بقى، لكن علم الكلام اصلا المعتزلة هم اللي اسسوه، واصل ابن عطاء
لما بدأت العلوم الأجنبية تدخل الفلاسفة أحب المتكلمون أنهم يردوا عليهم بالمنطق بتاعهم، فعشان كده أدخلوا علم الكلام. قبل العصر المعروف في حاجة أقول لك، وصل ابن عطاء ده من أيام الحسن البصري، مش ثم معتزل عشان الحتة دي، هل اعتزلنا إيه؟ وصل. الباب 20 في ذكر مناظرة بين قدري وسني. قال القدري: قد أضاف الله سبحانه الأعمال إلى العباد بأنواع الإضافة العامة والخاصة، فأضافها إليهم بالاستطاعة تارة، كقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم مؤمنات. وبالمشيئة، ولو كان جابها بقى بالإثبات اللي هي إيه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى الحجاج دول كلهم اللي بيروحوا إيه؟ استطاعوا، مش كده؟ وتارة بالمشيئة، وبالمشيئة تارة، كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. وكأنه واقف على كده ليه؟ ما رضيوش يقبلوا موجب وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، ترد على مين؟ على الجبرية. وما تشاءون إلا يشاء الله، ترد على القدرية. يقول: وبالإرادة تارة، كقول الخضر: فأردت أن أعيبها. وبالفعل والعمل والكسب والصنع، كقول: يفعلون يعملون بما كنتم تكسبون لبئس ما كانوا يصنعون. وإما بالإضافة الخاصة، فكإضافة الصلاة والصيام والحج والطهارة والزنا والسرقة والقتل والكذب والكفر والفسوق وسائر أفعالهم إليهم. وهذه الإضافة تمنع إضافتها إليه، نقول تمنع إضافتها إليه فعلا، ولكن لا تمنع إضافتها إليه خلقا. يعني ما ينفعش نقول ربنا الذي صلى وصام أو قتل وسرق وكذب وكفر وفسق، نعوذ بالله، ولا نصلى وصام ولا نحج. سبحانه وتعالى خلق. شفت اللفظ المجمل جامدين اهو؟ هذه الإضافة إيه؟ تمنع إضافتها إليه. إجمال هذه إضافتها إليه إيه؟ فعلا وليس إيه؟ خلقا. كما أن إضافة أفعاله إليه سبحانه تمنع إضافتها إليهم، فلا تجوز إضافة أفعالهم إليه سبحانه دونهم ولا إليه معهم، فهي إذن مضافة إليهم دونه. قال السني: هذا الكلام مشتمل على حق وباطل. أما قولك إنه أضاف الأفعال إليهم فحق لا ريب فيه، وهذا حدة لك على خصومك من الجبرية، وهم يجيبونك عن ذلك بأن هذا الإسناد لا حقيقة له. وإحنا رافضين الحتة دي، إحنا بنقول دي أفعال إيه؟ حقيقية، مش لا حقيقة لها. ما بنقولش دي أفعال مجازية إلا فين؟ في الموضع اللي ما فيهوش خلاف، اللي هي الأفعال الاضطرارية. الإسناد هنا إيه؟ مجازي، زي مات الرجل، سقط الإنسان من ارتفاع. سقط الإنسان فاعل، فاعل ده إيه؟ مجازا، ده الجاذبية الأرضية اللي خدته. الجاذبية الأرضية دي لحاجة إيه؟ جامدة لا تريد في الحقيقة. ها؟ يقول: وإنما هو نسبة مجازية، ده كان من الجبرية بقى، صححها قيام الأفعال بهم، كما يقال: جرى الماء وبرد وسخن ومات زيد ونحن يقول مات زيد ونحن نساعدك على بطلان هذا الجواب ومنافاته للعقول والشرائع والفطر. ولكن قولك هذه الإضافة تمنع إضافتها إليه سبحانه كلام فيه إجمال وتلبيس. فإن أردت بمنع الإضافة إليه منع قيامها به ووصفه بها وجريان أحكامها عليه واشتقاق الأسماء منها له، فنعم هي غير مضافة إليه بشيء من هذه الاعتبارات والوجوه. يعني الفعل أنا
قعدته. القعود ده قائم بي انا، ما يتقالش ان هذا القعود قائم بالله. ماشي؟ ها؟ انه كلام ده؟ نسبة مجازية؟ ده الجبرية. ما هو اللي يسرح مننا هتلاقيه ايه؟ فاتت منه. اللي بيقولوا قتل فلان فلانا وضربه وصلى وصام وسرق وزنى زي جرى الماء، برد الماء، سخن الماء، مات زيد، دول مين؟ الجبرية. واحنا بنقول لا، الكلام ده كلام باطل، لان الافعال دي غير الافعال الاضطرارية. لكن الاجمال جه في كلمة ان اردت بمنع الاضافة ايه؟ منع كلمة منع اضافتها اليه، تمنع اضافتها اليه، منع اضافتها ايه؟ ايه فعلا وكسبا، ولا تمنع اضافتها اليه خلقا وايجادا. بيقول وان عشان كده ما ينفعش نقول ربنا سارق عشان خلق السرقة، ولا نقول ربنا زاني عشان ربنا خلق الزنا. وان اردتم بعدم اضافتها اليه، عدم اضافتها الى علمه بها وقدرته عليها ومشيئته العامة وخلقه، فهذا باطل. فإنها معلومة له سبحانه، مقدورة له، مخلوقة له، دي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وإضافتها إليهم لا تمنع هذه الإضافة. كالأموال فإنها مخلوقة له سبحانه، وهي ملكه حقيقة، قد أضافها إليهم. والأموال بتاعتهم ولا مش بتاعتهم؟ ملكية حقيقية صحيح، بس مش مستمرة، لا أزلية ولا أبدية. يقول فالأعمال والأموال خلقه وملكه، وهو سبحانه يضيفها إلى عبيده، وهو الذي جعلهم مالكيها وعامليها. وإلا بقى خلوا الحرام يسرق ويقول إيه؟ مال الله، زي ما هو مالي ومال، يعني زي ما لا مالي ولا مالك، هذا مال الله أخذه بقى. مش ما هتاخده أنت مني؟ زي ما قال عمر رضي الله عنه، استرقته بالقدر الله، يقطع يده بقدر الله. يقول فأموالهم وأعمالهم ملكه وبيده، كما أن أسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده، وهو الذي جعلهم يسمعون ويبصرون ويعملون. والله مثال جميل جدا، من الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ الله. ومن الذي يسمع ويبصر بها؟ مثال تاني يتحط جنب ايه؟ مثال الأب والأم والولد، ده عشان تبقى واضحة جدا، وده موجود في القرآن. أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. ده المشركين يقولوا كده، مقرين بذلك، لأن كل عاقل يقول كده، لأن أنا لا أملك سمعي فعلا، وإلا ما كانش حد اتعمى ولا أصيب بالصمم، ولا أن عقله زال، أصابه حاجة أزالت العقل، لا فيش حد يقول كده. ولكن الذي يسمع ويبصر ويعقل بسمعه وبصره وعقله هو الايه؟ العبد. فأعطاهم حاسة السمع والبصر وقوة السمع والبصر وفعل الإبصار والاستماع، وأعطاهم آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل. فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان كنسبة قوة السمع إلى الأذن والبصر إلى العين، ونسبة الرؤية والاستماع إلى واختيارا إلى محلهما كنسبة الكلام والبطش إلى محلهما. بطش يعني اللمس والشيل والوضع والضرب باليد يعني. فإن كانوا هم الذين خلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع، فهل خلقوا محلهما وقوى المحل والأسباب الكثيرة التي تصح معها الرؤية والسمع؟ أم الكل خلق من خلقي، خلق من خلق من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار؟ وده الصح طبعا، يعني هم لم يخلقوا لأنفسهم الرؤية والسمع.
حتى وانت بتبص على الحرام ولا بتتدبر في خلق السماوات والارض انت لم تخلق الرؤيه. انت رايت ووجهت بصرك، ولكن فعلا في اللحظه اللي انت كنت بتبص فيها على الحرام كان ممكن تتشال منك لانك لا تملكها وهي ليست من خلقك. استمرارها لحظه بلحظه هي باراده خالقها سبحانه وتعالى. قال القدري: لو كان الله سبحانه هو الفاعل لافعالهم لاشتقت له منها الاسماء. جبت منين ان احنا بنقول كده؟ ده ترد بها على مين؟ على اخوانك الجبريه لما تقول لهم لو كان الله هو الفاعل لافعالهم. لكن احنا ما بنقولش ان الله هو الفاعل لافعالهم. يقول: وكان اولى باسمائهم منهم باسمائها منهم اذ لا يعقل الناس على اختلاف لغاتهم وعادتهم ودياناتهم قائما الا من فعل القيام، واكلا الا من فعل الاكل، وسارقا الا من فعل السرقه. وهكذا جميع الافعال لازمها ومتعديها. فقلبتم انتم الامر وقلبتم الحقائق، فقلتم من فعل هذه الافعال حقيقه لا يشتق له منها اسم، وانما يشتق منها الاسماء لمن لم يفعلها ولم يحدثها. وهذا خلاف العقول واللغات وما تتعارفه الامم. قال السني: هذا انما يلزم اخوانك وخصومك الجبريه. اخوانك عشان انتوا اهل بدعه انتوا الاثنين، وخصومك عشان بيخلفوك، القائلين بان العبد لم يفعل شيئا البته. واما من قال العبد فاعل لفعله حقيقه، والله خالقه وخالق الالات، الات فعله الظاهره والباطنه، فانه انما تشتق الاسماء لمن فعل تلك الافعال. فهو القائم والقاعد والمصلي والسارق والزاني حقيقة، والله جعله كذلك. يبقى فعل الله والجعل وليس ايه؟ لا هو الصلاة والصوم ولا السارق ولا الزنا. فإن الفعل إذا قام بالفاعل عاد حكمه إليه ولم يعد إلى غيره، واشتق له منها اسم ولم يشتق لمن لم يقم به. فها هنا أربعة أمور: أمران معنويان في النفي والإثبات، وأمران لفظيان فيهما. فلما قام الأكل والشرب والزنا والسرقة بالعبد عادت أحكام هذه الأفعال إليه واشتقت له منها الأسماء، وامتنع عود أحكامها إلى الرب واشتقاق أسمائه له منها. فين النفي والإثبات؟ الأمرين في اللفظيين فين؟ اشتقاق الأسماء لمن فعل الأفعال، منع اشتقاق الأسماء لله الذي خلقها. معنويان: العبد إذا فعل شيئا أحكام هذا الفعل تعود عليه مدحا وذما وثوابا وعقابا، ويمتنع أن تكون أحكام هذه الأفعال تعود على الله عز وجل. يعني لن يعاقب الله ولن يثاب على فعل العباد، ما ينفعش نقول كده ولا نعتقد ذلك. يقول: ولكن من اين يمنع هذا ان تكون معلومه للرب تعالى، مقدوره له، مكونه له، واقعه من العبد بقدره ربهم وتكوينه، واقعه من العباد كان احسن نقول كده بقدرتهم وارادتهم التي خلقها الله بقدرته وارادته. قال القدري: لو كان خالقا لها لزمته هذه الأمور. جبت منين؟ هذا باطل. قال السني: هذا باطل ودعوى كاذبة، فإنه سبحانه لا يشتق له اسم مما خلقه في غيره ولا يعود حكمه عليه، وإنما يشتق الاسم لمن قام به، لمن قام به ذلك. فإنه سبحانه خلق الألوان والطعوم والروائح والحركات فيما حالها، ولم يشتق له منها اسم ولا عادت أحكامها إليه. معنى عود الحكم إلى المحل الإخبار عنه بأنه يقوم ويقعد ويأكل ويشرب. وحكم الأفعال دي بقى الثواب العقاب المدح الذنب دي هتقوم على العبد، لا تعود على الله. قال السني: ومنها هنا علم ضلال المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق خلقه الله في محل ثم اشتق له اسم المتكلم
باعتبار خلقه له وعاد حكمه إليه فأخبر عنه أنه تكلم به. يبقى المفروض ربنا خلق مثلا شيء الحل تقولون ربنا إيه حل، وربنا خلق الشيء المر يبقى إيه ربنا مر، نعوذ بالله. وهكذا بعد أشياء كثيرة جدا لو أنتوا التزمتم أن كلامه المخلوق. ويلزم بقى الكلام ده طالما أنه خلقه في محل غيره سبحانه وتعالى، إن الكلام القبيح كلام، وده تعاهد الوجود قالوا كده، كل كلام في الكلام وجوده، كل كلام في الوجود كلامه، سواء نثره ونظامه. وجعل السب والشتم كل ده ايه كلام الله، نعوذ بالله. في كفر اكتر من كده؟ يقول فأخبر أنه يقول ومعلوم أن الله سبحانه خالق صفات الأجسام وأعراضها وقواها، فكيف جاز أن يشتق له اسم مما خلقه من الكلام في غيره؟ ولذلك اللي يقول هذا قول البشر زي تماما اللي قال هذا قائل القرآن مخلوق، لأن ما هو قول البشر خلقه الله مش كده في غيره، وأنتم بتقولوا كلام الله خلقه في إيه؟ في غيره، يبقى أنتم بتقولوا كلام الله مخلوق. عشان كده انتوا لما قلتوا كده لازمكم كده اقصد. يقول فكيف جاء، يقول فكيف جاز ان يشتق له اسم مما خلقه من الكلام في غيره، ولم يشتق له اسم مما خلقه من الصفات والاعراض في غيره. ان يكون احمر واصفر وازرق علشان هو خلق ايه هذه الاشياء. يقول فانت ايها القدري نقضت اصولك بعضها ببعض، وأفسدت قولك في مسألة الكلام بقولك في مسألة القدر، وقولك في القدر بقولك في الكلام، فجعلته متكلما بكلام قائم في بغيره، وأبطلت أن يكون فاعلا بفعل قام بغيره. مش انتوا بتقولوا كده؟ وهو صح ان هو لا يسمى فاعلا لفعل قام به غيره. طب ينفع احتجوا على مريضته فلم تعودني؟ احتجوا بدي ليه؟ ايوه انا فاهم، علشان في الحقيقه ان ده مجاز ايه حذف المضاف مش كده، والقرينه دول دلت عليه. فالحقيقه ان فعل المرض لم يقم بالله ماشي كده، وهنا نسب المرض اليه مجازا لان عبده مرض وهو يحب ان يعاد، وليس ان هذه حقيقة. هل يمرض الله حقيقة؟ لا قطعا ويقينا. وبالفطرة كل اللي بسمعها ما بيظنش، عشان كده يقول وكيف اعودك تأدبا، قال وكيف تمرض يا رب وانت رب العالمين، ما دي لوازمها ماشي كده. وإلا في الزيارة ما احنا بنزور ربنا برضو، لكن هل معنى ذلك ان احنا ان الله يكون في بيته جوه الكعبة؟ لا سبحانه وتعالى. ولذلك بيت الله إضافة إيه؟ تشريف. ومرض عبدي فلان إضافة تشريف ماشي. يقول فإن كنت أصبت في مسألة الكلام فقد نقضت أصلك في القدر، وهو مبطل في مسألة الكلام. لا يصح أن يقال أن الله متكلم بكلام خلقه في غيره، الكلام اللي خلقه في غيره ده كلام ذلك الغير مش كده؟ لم يخلق كلامه هو في الغير، ولم يخلق كلامه هو في الغير، ولكن انما سماه قول رسول لانه قاله مؤديا ماشي كده؟ انما قاله ايه مبلغا، انما قاله مؤديا الرساله مبلغا الرساله، اما هو تكلم به كلامه هو سبحانه وتعالى. نقول هذا قاله مبلغا، اما المؤدي هو الايه الذي يتكلم يريد الكلام يعني يريد ان يعني يكلم غيره بالكلام. يقول فقد ان كنت اصبت في مساله الكلام وهو لم يصب فقد نقضت اصلك في القدر، وان اصبت في هذا الاصل لازم خطاك في مساله الكلام. هو الصح كده ان انت بتقول
أن الله لا تشتق له أسماء ولا تلزمه أحكام الأفعال التي يفعلها العباد، ده كلام حق مش كده؟ ولكن لا يلزم من ذلك نفي خلقها، صح كده؟ يقول فأنت مخطئ على التقديرين. قال القدري فما تقول أنت في هذا المقام؟ قال السني أنا لا أتناقض في هذا ولا في غيره، بل أصفه سبحانه بما قام به وأمتنع من وصفه بما لم يقم به. قال القدري فالآن حمي الوطيس، عشان كده قلنا القرآن كلامه لأنه قام به ولم يقم إيه بغيره، عشان كده قلنا غير مخلوق، ده صفة من صفاته، ولأن ذاته لا تحل بها المخلوقات، ولو كان كلامه حل يعني كلامه قام به هو الذي تكلم به وهو مخلوق، يبقى ربنا محل للمخلوقات، نعوذ بالله. قال القدري فالآن حمي الوطيس، فأنت والمسلمون وسائر الخلق تسمونه تعالى خالقا ورازقا ومميتا، والخلق والرزق والموت قائم بالمخلوق والمرزوق والميت. الاشتباه في الألفاظ، الخلق غير المخلوق، والمخلوق يسمى خلقا، صح كده؟ يعني ايه الخلق غير المخلوق؟ الفعل غير الناتج عن الفعل، ماشي كده؟ ولكن الناتج عن الفعل كتير يسمى ايه؟ يسمى خلق، مش كده؟ يقال هذا خلق الله. الخلق كلمة تطلق ويراد بها ايه؟ معنيين، معنى الفعل ان الله خلق كذا، ومعنى المفعول. لما نقول الخلق غير المخلوق يبقى الخلق الذي هو فعل الله غير المخلوق الذي نشأ عن هذا الفعل، وإن سمي ايه؟ خلقا. معنى كده؟ خلق الله الخلق، خلق فعله مش كده؟ ده قائم به، الخلق مفعول به. دول مين الخلق دول؟ البشر مش كده؟ المخلوقين. كلمة الخلق تطلق على الفعل وتطلق على المفعول، ماشي كده؟ فانتوا بتستعملوا الكلام المجمل وتلبسوا على الناس والناس تحتس فيكم بقى. يقول إذ لو قام ذلك بالرب سبحانه، هو الصح طبعا، العبد مات والله أماته، مش الله مات، معانا كده؟ العبد الرزق غير المرزوق، ماشي كده؟ والرزق يطلق على ايه؟ واحد يقول لك انت جبت منين بتاع دي؟ ده رزق ربنا، مش كده؟ ده الشيء الذي قد رزق، مش كده؟ رزقني الله بولد، الولد ده اسمه ايه؟ رزق. وفعل الرب انه يرزق، ده فعله هو، الرزق المصدر بتاع فعل الرزق غير الرزق اللي هو المفعول، اسم المفعول، معانا كده؟ لما نقول رزق غير المرزوق يبقى الرزق اللي هو المصدر الفعل الذي اتصف به الله وقام به وفعله، غير المرزوق الشيء الذي رزق به العبد، ماشي كده؟ وإن سمي المرزوق ايه؟ رزقا، معانا زي الخلق بالضبط. يقول إذ لو قام بالرب سبحانه فالخلق إما قديم وإما حادث، فإن كان قديما لزم قدم المخلوق، لأنه نسبة بين الخالق والمخلوق، ويلزم من كونها قديمة قدم المصحح لها، شوفوا كلام المكلكع. وإن كان حادثا لزم قيام الحوادث به، وافتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر ولزم التسلسل، فثبت أن الخلق غير قائم به سبحانه وقد اشتق له منه اسم. كل الكلام ده سبب الخلط بين ايه؟ بين الخلق بمعنى الفعل والخلق بمعنى المخلوق، اللعب على الألفاظ دي. قال السني أي لازم من هذه اللوازم التزمه المرء كان خيرا من أن ينفي صفة الخالقية عن الرب تعالى، اللي انت خرجت بيها من نتيجه من كلام المكلكع ده، نتيجته
أن الخلق كفعل لا يقوم بالله، وإن معنى ذلك أن ربنا لم يخلق العالم. يقول: فإن حقيقة هذا القول أنه غير خالق، فإن إثبات خالق بلا خلق زي عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أدي البلوى السودة اللي سببت لهم الايه؟ الكلام العجيب. كل واحد يسمع يقول لك سميع بلا سمع بصير بلا بصر، يعني ايه؟ هو في حاجة اسمها كده؟ اهو نتيجة صعوبة الكلمات واللوازم اللي منها، اسمه هو ده اسمه علم الايه؟ الكلام والمنطق اليوناني في الحقيقة. لا دي اصعب شوية، بلا كلام اصلا، لانه يقول الكلام مخلوق. ما انا عارف طبعا، بس دي زيادة شوية دي، يعني قصدي بلا صوت ولا حرف، مسألة ابعد من هو اذا كان بينفي الكلام عن الله ويجعله مخلوق بيتكلم على الصوت والحرف. يقول: فإن إثبات خالق بلا خلق إثبات اسم لا معنى له، وهو كإثبات سميع لا سمع له، وبصير لا بصر له، ومتكلم وقادر لا كلام له ولا قدرة. فتعطيل الرب سبحانه عن فعله القائم به كتعطيله عن صفاته القائمة به، والتعطيل أنواع: تعطيل المصنوع عن الصانع، أو تعطيل الدهرية والزنادقة والشيوعيين والملاحدة في زماننا اللي بيقولون ان الكون ده ليس له ايه؟ صانع ولا خالق. يقول: وتعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله، وهو تعطيل الجهمية نفات الصفات، وتعطيله عن افعاله، وهو ايضا تعطيل الجهمية وهم اساسه، ودب في من عداهم من الطوائف، منهم مين؟ المعتزلة والاشاعرة. مع ان الاشاعرة كلامهم متناقض جدا في هذه المسألة في الصفات، مع قولهم بالقدر بان الافعال دي افعال الله. ده انتوا بتنفوا افعال الله، ده انتوا كل الصفات الفعليه بتردوها الى ايه؟ بتنفوها الى معاني الصفات المصدر بس اللي هي الاراده. يقول: لان الفعل، فقالوا لا يقوم بذاته فعل، لان الفعل حادث وهو وليس محلا للحوادث، الله ليس محلا للحوادث، كما قال اخوانهم: لا تقوم بذاته صفه، لأن الصفة عرض وليست محلا للأعراض، ليس محلا للأعراض، ليس هو محلا للأعراض. فلو التزم الملتزم أي قول التزمه من الكلام اللي انتوا تقولوا يلزم كذا ويلزم كذا، كان خيرا من تعطيل صفات الرب وأفعاله. فالمشبهة على ضلالهم وبدعهم خير من المعطلة، ومعطلة الصفات خير من معطلة الذات، وإن كان التعطيلان متلازمين لاستحالة وجود ذات قائمة بنفسها لا توصف بصفة، فوجود هذا محال في الذهن وفي الخارج، ومعطلة الأفعال خير من معطلة الصفات، فإن هؤلاء نفوا صفة الفعل، وإخوانهم نفوا صفة الذات، وأهل السمع والعقل حزب الرسول والفرقة الناجية براء من تعطيل هؤلاء كلهم، فإنهم أثبتوا الذات والصفات والأفعال وحقائق الأسماء الحسنى، إذ جعلها المعطلة مجازا لا حقيقة له. فشر هذه الفرق لخيرها الفداء. يعني ربنا يخلص أهل البدع، خلصنا من أهل البدع ويجعلهم فداء لأهل السنة. والمقصود أنه أي قول التزمه الملتزم كان خيرا من نفي الخلق وتعطيل هذه الصفة عن الله، وإذا عرض على العقل السليم مفعول لا فاعل له ومفعول لا فعل لفاعله لم يجد بين الأمرين فرقا في الإحالة، كده محال وكده محال. فمفعول بلا فعل لفاعله كمفعول بلا فاعل، ولا فرق بينهما البتة. فليعرض العاقل على نفسه القول بتسلسل الحوادث، والقول بقيام الأفعال بذات الرب سبحانه، والقول بوجود مخلوق حادث
عن خلق قديم قائم بذات الرب سبحانه، والقول بوجود مفعول بلا فعل. ولينظر أي هذه الأقوال أبعد عن العقل والسمع وأيها أقرب إليهما. يعني لو قلنا تسلسل الحوادث التي هي أفعال الله مش ممتنعة، ماشي كده؟ زي ما في حوادث متسلسلة في الآخرة هنقولها في الأول لأفعال الله عز وجل. والقول بقيام الأفعال بذات الرب هو ده الصح أصلا، قيام الأفعال بذات الرب. وسميت حادثها زي ما البخاري حلها، قال في صحيحه وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوق. ليست حادثة بمعنى مخلوق. إن الله يحدث من أمره ما شاء، ذلك يتكلم الله بما شاء إذا شاء. كده سخنك مش كده؟ بس عقلا الكلام مفهوم، يعني كلام البخاري ده كلام البخاري زي عشان مبني على النصوص. وأن حدث ولوجه وحدث المخلوقين كلام حلو جدا سهل أو فطرة. القول بوجود مخلوق حادث عن خلق قديم قائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وده في الحقيقة القول ده لازم للأشاعرة كله، لأن انت بتقول ان خلق الرب هو القديم فقط. طب والمخلوق ده توجد في وقت معين عشان انت نفيت قيام الحوادث بالله. الحقيقة ان ربنا خلق فلان في زمن معين مش كده؟ خلقه حين أراد أن يخلقه. إزاي تنفي أن فعل الله قام به؟ الصفة قديمة والموصوف مخلوق. هو صحيح الصفة قديمة وأفرادها حادثة، ماشي. صفة الخلق قديمة صفة لله أنه الخالق ويخلق خلقه في الوقت الذي يشاء. قديم النوع حادث الأفراد. ها؟ قديم النوع حادث الأفراد صحيح. ممكن من مقتضى كلامه ده يمتنع تدبير الله سبحانه وتعالى حقيقة الأمر. فعلا فعلا مقتضى كلامهم اللي هو بيقول أن الأفعال قديمة لا يمكن أن يفعل الله شيئا لأن أفعاله قديمة، نفي القيومية، نفي الربوبية، نفي تدبير الله للكون. طب لما هيجي عند الآيات بقى بتاع تدبير الله للكون في القرآن يعمل يأولها مسكين. هو فعلا بيأولوها الأشعار. ما هو أصلا ما بيعديش عليه واحدة واحدة، هما بيضيعوا في علم الكلام. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.